شكرا جزيلا الشكر. واعتقد لانه يمكن محاولة في مثل يحكي الشجره المثمره هي اللي تضرب دائما مش الشجره الخاويه، فالظاهر ضيف مثمر جدا، فحتى اليوتيوب بده يحاولنا. واهلا وسهلا بك. طبعا انا تعرفت عليك من اشهر وتابعت بالصدفه، لقيت شفتك على فيديو وفيديوز يعني مجموعه فيديوهات صراحه، وعجبني حماسك جدا وحبك لمصر ولتراث مصر والأقباط والفراعنة وتراثك العظيم. بنفس الوقت أنا شخصيا يعني عندي مشكلة بما تمر به مصر الآن. أولا خلي ندخل معك شخصيا، بطاقة تعريفية عن حضرتك، وعاوز من عندك مين مصر، تعرفنا بمصر القديمة وناخذها للحديثة بالتدريج. مين هو الدكتور وجيه رؤوف؟ مع حضرتك دكتور وجيه رؤوف، استشاري أمراض باطنية والقلب، صعيدي مصري من قلب الصعيد. أعتز بمصريتي، أعتز بفرعونيتي، دي اللي أقدر أقول لك عليه. لو في أي أسئلة تاني تحت أمر حضرتك. البطاقة التعريفية بالضبط، احنا الناس نؤمن بالحرية الكاملة، بإمكانك تضيف وبإمكانك تقف أينما تشاء. أنا عاوز نبذة عن مصر اللي بداخلك، لأن أشوفك دائما وصراحة معظم أو كل فيديوهاتك في عندك حماس، وبجانب الحماس في ألم بداخلك، وصراحة أنا أحس ألم كبير جدا. من هي مصر في داخلك، او من هو مصر اللي في قلب دكتور وجيه؟ شوف حضرتك، انت لما حبيت تعمل معايا حلقه حطيت وراك صوره برديه للفراعنه، وده شيء انا اعتز بيه جدا، ومن هنا هبتدي كلامي. انا بعتز بمصريتي، بعتز بفرعونيتي، بعتز بجذوري، بعتز برمسيس الثاني، بعتز باحمس، بعتز بتحتمس، بعتز باني اول ملكات الارض خرجت من بلادي، واول من النساء اللي اخذوا حريتهم في تولي المناصب كانوا في بلادي. بعتز باني بلادي اول بلاد وضعت دستور انساني للحياه كانت في مصر القديمه الفرعونيه. بعتز باني اصول النهضه واصول التاريخ واصول التطور كانت منقوشه على جدران معابد اجدادي. بعتز اني انا مصري، ومهما تغربت ومهما سافرت الدي ان ايه بتاعي والجينات بتاعتي بتقول ده مصري مصري مصري. هي دي مصر اللي انا بحبها، هي دي تاريخي اللي انا بتوق اليه، هو ده الالم اللي انا بحس بيه دلوقتي بسبب اللي وصلنا له حاليا، وبعدنا عن اصول الحضاره واصول التقدم اللي احنا كنا فيها سابقا. حنين الى الوطن، حزن على أوضاع الوطن، كل هذا في بوتقة المصري الذي يتشرف بماضيه أكثر من الحاضر الذي يعانيه. ده موجز صغير أنا بقوله لك في بداية الكلام. Alright. أنا أعرف رأي، يعني أعرف معظم آرائك الشخصية، لكن عاوز أعرف يعني تعرف لإخوان المستمعين الآن وفي المستقبل، ما رأيك بما تمر به مصر الآن؟ مصر من 6 إلى 7 آلاف سنة كان في علم الفلك والفيزياء ويعني رائدة العلوم، كما هي حضارتنا هناك في بابل وفي تدمر، ونرى الآن المنطقة الشرق أوسطية وشمال أفريقيا يعني ترضخ تحت تخلف منقطع النظير قياسا بعبر البحر المتوسط، which is يعني أميال قليلة شمالا، تغيير شاسع. عاوز أعرف منك الأسباب، وجهة نظرك بهذه الأمور لو سمحت. هو سؤال جميل جدا، وسؤال بيدخلنا لصلب الحقيقة وجوهر الموضوع. لما نقول إن في مصر كان في حضارة من 7000 سنة، وفي منطقة الشام أو منطقة العراق ومنطقة سوريا ومناطق لبنان كانت توجد حضارة أشورية وسريانية وفينيقية،
ونيجي بعد فترة من الزمن نوصل لمرحلة من التخلف. وفي المرحلة اللي احنا فيها من التخلف دي بنلاحظ حاجة مهمة قوي، ان كل ما بتحدث معارات او ثورات او غزوات في سوريا او في العراق او في لبنان او حتى في مصر، بيصاحب هذا تدمير للحضارة. شفنا فيديوهات لمجموعات من الإرهابية آيزيس وغيره بيدمروا تماثيل في العراق، وبيدمروا تماثيل في سوريا، وبيدمروا حضارات قديمة. ده بيرجعنا لنفس النقطة، إنه أثناء حتى غزو مصر تم تحطيم بعض التماثيل فيها، تم أخذ حجارة من الأهرامات لبناء بعض المعابد وبعض دور العبادة. بنعرف ان حصل تدمير لأنف ابو الهول، بنعرف ان حصل حرق لمكتبة الإسكندرية. هنا بنحط ايدينا على اسباب تدهور دولنا عموما. عفوا، ممكن اقاطعك دكتور الحبيب؟ تفضل. ممكن يعني ندخل بالعمق، انه هذا تراث اسلامي ولا نتحفظ عليه يعني؟ هو انا عايز اقول حاجه، ليه مش عايز اقول تراث اسلامي؟ اقول ليه مش عايز اقول تراث اسلامي؟ ودي هنفض لها نقطه كبيره بعد كده نتناقشها. ايام محمد علي ما كان بيحكم مصر، محمد علي كان مسلم وكان راجل مؤمن بالاسلام، ومع ذلك كانت في نهضه. يبقى ما نقدرش نقول تراث، ولكن نقدر نقول تطرف اسلامي. بمعنى احنا 7000 سنة في حضارة، وعندنا علوم في الطب، وعندنا تكنولوجيا كانت متقدمة. ولو رحت حضرتك في معبد اسمه معبد كومومبو، في مشهد اسمه مشهد السين الطبي في كومومبو، لو دخلت المعبد ده هتتفرج على الأدوات الجراحية الطبية من أكتر من 7000 سنة كانت موجودة. المنشار بتاع العظام، السيزر، كرسي الولادة، حتى السماعة الطبية مرسومة في معبد كومومبو عند السين الطبي. ده بيدل ان احنا كنا متقدمين تقدم رهيب من 7000 سنة. طيب ايه اللي حصل لنا؟ لو رجعنا مع بعض الاربعينات، فترة الاربعينات، وشفنا سوريا، وشفنا العراق، وشفنا مصر، وشفنا افغانستان وباكستان، وايران، هتشوف التقدم اللي كان موجود في ايران، هتشوف التقدم اللي موجود في باكستان، ولبسهم ولبس الانسات شيء يشرف وشيء جميل. الله. ونرجع من الاربعينات ل 2000 و2016 نلاقيهم مغلفات، ومحرم عليهم العمل، محرم عليهم قياده السيارات. الفكر ده جانا من غزوه وهابيه. غزوة وهابية تعصف بكل أسباب التقدم، بكل أسباب الحضارة. يعني ندخل العراق ندمر العراق وندمر آثار العراق ونمحي ليه؟ عشان أصول الوهابية ما عندهمش حضارة. الأصول الوهابية ما عندهاش حضارة. حتى لو فحت في الأرض تلاقي الحضارة مش حضارة عربية. قلب الجزيرة العربية هتلاقي فيه تماثيل، فيه كنائس قديمة، فيه حاجات مش تنسب للعرب. طب هم عشان يتساووا مع الباقي يبقى ايه؟ عشان يتساووا مع الباقي يبقى لازم محو الهويه. الدكتور الحبيب، لما تذكر الوهابي، الحركه الوهابيه، ما هو اصولها اسلاميه. انا عاوز عفوا، انا صراحه عاوز اوصل لجذور المشكله. انا جذور المشكله اعرفها واحب يعني اوصل لها. انا معاك انك انت هتقول صحيح، انا موافقك في النقطه دي. الحركه الوهابيه اعتمدت اصول الدين، اللي العقيده اللي اتى بها محمد، وهي الغزو والسبي والتدمير والعبوديه والاقصاء. الوهابيه كل اللي عملته نفذوها حرفيا. وندخل بالموضوع الان. انا عارف ممكن يكون عندك تحفظ، ارجو المعذره. انا تحفظي على شيء، ان احنا بنقول حتى لما بيجي مسلم من شيوخ الازهر في النقطه دي بيتكلم، بيقول ان الاحداث اللي تمت دي بناء عن واقع زمنها، يعني احداث لزمنها
مش احداث تطبق في كل عهد، يعني ما جيش دلوقتي اعمل غزوات، لا ده في وقتها كان مفروض يعملوا كده، ده هم دفاعهم اللي بيقولوه. فبالتالي انا عايز أركز. شكرا على ذكر غزوات، انا راح اضايقك بهاي الشغلات. لما الاخوان المسلمين جتهم فرصه قبل كم سنه ايام محمد مرسي اطلقوا شغله اسمها غزوه الصناديق، صح ولا لا؟ وهذا هذا نظام اسلامي، الهجوم اللي حدث سبتمبر 11 بنيويورك سيتي سموه غزوه. التراث الاسلامي يعني لازم نعترف به، يعني الوهابيه هم اللي يطبقوه فعلا يعني على الارض. تفضل. هم الوهابيه مقتنعه بده، مقتنعه بالفكر ده، بفكر الغزو. وحتى معانا احنا الشيخ الحويني لغايه دلوقتي بيقول ما نحلش مشاكلنا ليه، احنا ممكن نغزو البلاد الاجنبيه وناخد الستات ونبيعها، يعني ما زال الفكر ده موجود. حضرتك انا موافقك على كلمه التراث، بس مش عايز اعمم، يعني جزء من التراث يعني ايه؟ يعني هل كل الحكومات عندنا حكمت بالتراث ده؟ لا، مش كل الحكومات عندنا. محمد علي في الحقبه اللي تولى فيها الحكم ما حكمش بالتراث ده، يعني ادى الفرصه للاقباط انهم يندرجوا وانهم يحملوا السلاح وانهم يحاربوا مع الجيش، واداهم حرياتهم في بناء دور العباده. محمد علي كان من الرواد حاله حال اتاتورك، يعني ذولا ناس نادرا ما ياتوا الى مناطقنا، يعني صراحه الاخرين نو يعني يتعاقد مع الشيخ الحاكم، هو الوهابيه الحاكم والشيخ لاستعباد الشعب، وهذا ما حدث في كل تاريخنا ما عدا اتاتورك اللي غير النظام بالمره، ومحمد علي حتى ما جاتوش فرصه صراحه. محمد علي حكم من سنه 1805 لسنه 1848، ويعتبر اكبر حاكم حكم لمده 43 سنه. صحيح. لكن في خلال الحكم بتاعه ده عمل حاجات كتير، يعني حارب الوهابيه، حارب الدرعيه، وفي سنة 1912 غزا الحجاز وغزا السعودية وبسط النفوذ المصري على السعودية والحجاز وقاد على الحركة الوهابية في السعودية. محمد علي سنة 1820 ضم مصر للسودان، ضم مصر للسودان. محمد علي وصل بقوته لما وحد شعبه تحت رايته انه حارب الشام وكان ممكن يقضي على المملكة العثمانية. ما الذي حصل؟ لو سمحت ما دام دخلت، ما الذي حصل؟ اللي حصل ان احنا من سنه بعد الثوره سنه 52 ابتدت في حركات تتبنى الوهابيه، وطبعا ما كانش ممكن ابدا ان السيطرة على مصر في الفتره دي، يعني مع ان جمال عبد الناصر كان بدايته اخواني، لكنه عرف غرض الاخوان من التسلط على الحكم وان الستات تتحجب وان ورفض ده، عشان كده انقلبوا على جمال عبد الناصر. لكن من تحت لتحت اتعملت تنظيمات سريه تتبنى المنهج الوهابي بدعم من السعوديه، بدعم من السعوديه. والمصيبه ان الدعم ده وصل لجامعه، يعني عندنا جامعه الازهر في مصر بتجي لها تمويلات من السعوديه بالمليارات، بالمليارات دي بتخرج طلبه ودعاه، بتبعت الطلبة والدعاة دول لباكستان، للصومال، لأفغانستان، للشيشان، وبدعم من السعودية بينشروا المنهج الوهابي. المنهج الوهابي اللي كله عبارة عن قتل، غزو، احتلال، سبي نساء، عبودية، هو ده. ولو رجعنا وبصينا حتى في مناهج الأزهر اللي بتدرس في مصر في سنة تانية ثانوي وتالتة ثانوي، في مناهج بتدرس انك انت من حقك تاكل لحم الاسير. يعني الاسير ده اللي الدول اللي بيقولوا عليها كافرة عاملة له حق ان الاسير ده يبقى محمي وليه حقوق وليه اصول، لا ده انت لو جعان تذبح الاسير وتاكل لحمه وتشويه وتاكله. ده بيدرس لطلبة في تانية ثانوي، بدرس الطالب انك انت تستعبد النساء. كيف دوله يعني دوله حديثه يسمى حديثه طبعا بس بالاسم، كيف تدرس هيك يعني دروس؟ والله ما انا هقول لك حاجه، انا طلعت على دروس الازهر وصراحه امر مخزي، وانا تعرف انا ما اسميهاش الازهر، منظمه الازهر الارهابيه، لانه
تحث على الارهاب 100% وتدعو الى قتلك انت كرجل قبطي. وراح اجيك في قصه كمان نذكرها كمان شوي. هل الازهر دور في هذه الكوارث؟ ده اساسي. يعني انا هقول لك حاجه، اولا في نقطه عايزين نقولها، الازهر لا، السعوديه لن تتمكن من الازهر الا اذا كانت الدوله ضعيفه. ازاي الدوله ضعيفه؟ الدوله محتاجه الفلوس اللي كانت بتيجي من الازهر، فبالتالي الدوله والحكومه تغض النظر عن ما يحدث من السعوديه من توريد اموال للجامعه، وتغض النظر عن ما يحدث من جامعات الازهر من تخريج ارهابيين، وبالتالي تغض النظر عن منهج الازهر في اسلمه القبطيات في مصر. دي نقطه مهمه جدا، ان الازهر بيتبنى اسلمه القبطيات في مصر. يعني بمعنى ان لو بنت اتخطفت سنها اسلمت القبطيات. انا جايك يعني نقطتي موجوده، بس هو مش اسلمت، اختطاف القبطيات واضطهادهم وممكن استعبادهم او حتى مش التحرش، يعني نسميها تحرش جنسي او هذا حركه ممنهجه الان موجوده. انا عندي قصص كثيره عن قبطيات اختفوا واعلنوا اسلامهم يعني بالخوف بعدين. حضرتك هي بتمر بكذا نقطه، بدايه ونهايه. اختطاف، تحرش، اغتصاب، تصوير الاغتصاب، تنتهي بالاسلمه، واللي بيختم الاسلمه في النهايه هو الازهر، واللي بيشتكي للمركز ولا للشرطه، الشرطه ما بتاخدش امر لانها واخده اوامر من فوق. سيد الفاضل، في ناس بتقوم باسلمه القبطيات معروفين في مصر. انا اقدر اقول لك ان في شيوخ معينه لما مامور مركز في بلد بيتولى بيروح للشيخ ده يبوس على ايده ياخد الرضا، مامور المركز يروح يبوس على ايد الشيخ وياخد الرضا، لان الشيخ ده معاه عزوه، معاه سلاح، معاه فلوس، بتجيله تمويلات، واخد رضا الازهر. ده موضوع كبير ومشروع كبير شغال، بس مين اللي وراه؟ الازهر. ومين اللي ما يقدرش يحاربه؟ الحكومه ما تقدرش تحارب اللي بيحصل ده. ليه؟ لانها محتاجه فلوس من السعوديه. طب امتى الحكومه ممكن تاخد خط لو ما احتاجتش للسعوديه؟ يبقى الظروف الاقتصاديه في مصر هي سيف على رقاب الاقباط. يعني ضعف الحكومه المصريه اقتصاديا بيبقى سيف على رقاب الاقباط. انا عايز فلوس، السعوديه بتديني فلوس. طيب السعوديه هتديني فلوس، يبقى غض النظر عن كل نشاطات السعوديه جوه مصر، من تمويل لمنظمات، من اسلمه، من 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 حاجات كتيره جدا. هل الامور تمشي على الان على يعني على للاسف لازم اسميه قطيع، يعني الشعب المصري اصبح قطيع يقاد من السعوديه عن طريق السيسي ومنظمه الازهر الارهابيه؟ انا برضو عايز اقول حاجه، الظرف الاقتصادي هو السبب الرئيسي لخضوع وخنوع مصر. في مثل بيقول دايما انا معترف بيه وبحبه، المثل ده بيقول لك ايه؟ لن يستطيع احد ان يمتطيك الا اذا انحنيت. لن يستطيع احد ان يمتطيك الا اذا انحنيت. فالدوله والحكومه بتنحني للاسف لانها محتاجه فلوس، والتاني بيدي فلوس، فبالتالي مفيش مشكله. واللي بيبعت فلوس دول مش تعبانين فيها الفلوس، ده بترول طالع من تحت الارض. فبالتالي هو عامل مخطط اخلاء المنطقه العربيه كلها من الاقباط، من سوريا، من العراق، من لبنان، حتى من مصر، ويمكن نجح المخطط ده في العراق. هو نعم يستمر، يعني كلها مساله وقت. بس ذكرتني الان دكتور، اليهود اختفوا من العراق، واعتقد ما اعتقد في كمان يهود في مصر، يعني يهود في مصر الان؟ في أسرة، يمكن أسرة صغيرة، واحدة اسمها ماجدة موسى أفتكر، ومعاها كم واحد من عيلتها قاعدين، دول ناس كبار يعني في السن. الخطة اللي ذكرها زر للرماد في العيون، يعني زر للرماد في العيون عشان يتقال إن عندنا معبد يهودي واليهود بيجوا، يعني إيه حفظ ماء الوجه. يعني إحنا بلد والله عندنا شوية يهود أسرة. عندي مغزى من هذا السؤال، لأنه لما وعد نبي الإسلام محمد بتطهير الجزيرة مع عدل المسلمين، بقاء المسلمين
وسيمحي الآخرين إقصاء وطرد وقتل الآخرين. المشهد في الجزيرة، يهود العراق نعرف تركوا زمان، يعني بداية القرن المنصرم، يهود المنطقة كلها تركوا، الآن يهود مصر راحوا، فبقى مين؟ أنا آخر كانوا بيقولوا جملة، كانوا بيقولوا زمان كان في حسن ومرقص وكهين، لو تفتكر الفيلم الجميل ده اللي عمله نعم محمد فوزي، واتعملت مسرحية برضه باسم حسن ومرقص وكهين. قال لك كهين راح، فضل حسن ومرقص، فضل كمان مرقص يمشي. هو مخطط طبعا معمول، ولو نفتكر كان في مؤتمر سنة 1955، مؤتمر قمة إسلامي كانت السعودية عاملاه، وكان فيه السادات، فكان السادات بيقول لهم اوعدكم، مع انه كان لسه ساعتها كان واخد منصب رئيس برلمان او حاجه، لسه ما مسكش رئيس جمهوريه يعني. قال لهم اوعدكم ان بعد 50 سنه سيصير اقباط مصر مسيحي احذيه، مسيحي احذيه. وكمان عايزين نقول حاجه، في البدايات جماعه الازهر كانت جامعه دعويه فقط، يعني تخريج شيوخ. ابتدوا عشان كان في اطباء كتير مسيحيين، وانت لو تعرف اني اول قسم للنساء والتوليد عملوا واحد دكتور اسمه نجيب محفوظ. نجيب محفوظ ده اللي اخذ اسمه اديبنا العالمي، اللي اخذ جائزه نوبل نجيب محفوظ، لانه ولد مامته، ومامته راح تسمت ابنها على اسم الدكتور نجيب محفوظ، فبقى نجيب محفوظ المسلم واخد اسم نجيب محفوظ المسيحي. عشان كان الاطباء عددهم كتير جدا، ابتدوا يعملوا جامعة الأزهر فيها كلية طب وكلية هندسة وكل الكليات، بس تقبل كل الطلاب من جميع مستويات العالم إلا الطالب المسيحي ما يدخلهاش. وده أكبر مسمار عنصري ضد الطائفية وضد المواطنة في مصر. إزاي جامعة على أرض مصرية تقبل طالب جاي من السودان أو من السنغال أو من ليتوانيا أو من أي دولة، لكن لا تقبل قبطي مسيحي واحد. والأدهى من ده ان الطالب عشان يدخل كلية الطب المسيحي طبعا مش مسموح له يدخل ثانوية أزهرية، ولا مسموح له يدخل كلية طب أزهرية، لازم يجيب 95% و98% عشان يدخل كلية الطب، في الوقت اللي المسلم ممكن عن طريق ثانوية أزهرية ب70% 80% يدخل كلية الطب، وفي الآخر يقعد ده جنب ده، وفي الآخر ممكن يبقى رئيس المستشفى خريج أزهر، يرأس طبيب كان واخد 99% في الثانوية العامة، يبقى اللي كان واخد 75% من ثانوية أزهرية بيرأس في المستشفى ويدير مستشفى ويدير كوادر، وممكن يبقى وكيل وزارة يرأس أطباء حاصلي في الثانوية العامة على 99%. دي كانت عملية عمل موازنات عشان الكثافة والمهارة الطبية اللي موجودة في طلاب الهندسة والطب المسيحيين. وبالتالي انا بعتبر جامعه الازهر اول جامعه ازهريه عنصريه في العالم، لانها الجامعه الوحيده اللي لا تقبل مسيحيين. ممكن واحد يرد علي يقول لي طيب ما كليه الفاتيكان، لا كليه الفاتيكان دي بتخرج، ما هي العلوم اللي تقدمها جامعه الازهر دكتور؟ شهاداتها غير معترف بها، اي علوم؟ حبيبي شهادات مصر كلها مش معترف بيها، شهادات مصر كلها مش معترف بيها، يعني لو اي خريج من مصر واخد اي شهاده، ودي نقطه مهمه ان حضرتك تقولها، اي طبيب لو خرج بره لازم يعمل معادله، اي واحد بتاع هندسه لو خرج بره لازم شهاده مصر غير معترف بيها، سواء عام سواء اساسي. في الوقت لو رجعنا لسنه 45 و48 كانت الشهاده اللي بياخدها الطبيب المصري معترف بيها دوليا، بل على الاكثر من كده، كان الشباب بيجي، الطلبه تيجي من فرنسا ومن انجلترا تدرس الطب في كليه طب مصر. الكلام ده في الاربعينات وفي الخمسينات، اللي احنا دلوقتي زيرو زيرو، يعني رقم 149 في الدول من ناحيه التعليم ومناهج التعليم، احنا متخلفين وبننشر تخلفنا وبنبوظ الدول. يعني البعثات الخارجه من الازهر دمرت باكستان وافغانستان وحتى ايران وحتى الشيشان، يعني الشيشان دوله من دول روسيا بتتكلم روسي، المتعصب الشيشاني اكثر تعصبا من المصري المسلم. ايه رايك بقى؟ ده كله عن طريق الازهر. الازهر الله يعني
خيره كتير قوي، قدر يوصل الارهاب لغايه الشيشان ولغايه افغانستان، ويقول لك بعثات يعني يلموا فلوس من الناس، يقول لك بعثات انقاذ افغانستان، هي بعثات تدمير العقول في افغانستان، تدمير العقول. يعني حضرتك انت راجل على الانترنت وبتشوف، شوف العراق قبل وبعد، شوف افغانستان زمان ودلوقتي، شوف باكستان في الاربعينات ودلوقتي، شوف ايران في الاربعينات، شوف مصر في الاربعينات والخمسينات ودلوقتي. دلوقتي احنا بناخد تعليم السعوديه دكتور، صراحه انا عاوز اعطيك يعني وجهه نظري بهذا الامر. تفضل. كل بلد يطبق شريعه الاسلام والشريعه المحمديه سينتهي كافغانستان. مجرد مساله وقت، وخذها من عندي، مساله وقت، ممكن سنه، ممكن اثنين، ممكن 10، ممكن 20. شفت افغانستان سابقا والان. الهند طبعا، باكستان صنيعه الاسلام، والهند وبنغلاديش صنيعه الاسلام، وسترى شوف الفرق بين الهند اللي هم نفس البلد وباكستان. ناو ايران 40 سنه حتى مش بعيد. العراق وسوريا، انظر الى ليبيا، مصر. مصر الثقل العربي هون، عفوا انا اسف اسميه العربي، ثقلنا في الشرق الاوسط. مصر الخطر اذا الازهر استمر بهذه السياسه بوضع مصر في الوحل الاسلامي، اقرا السلام على المنطقه بالمره. هذا رايي انا. اسمح لي اتحفظ على لفظ اسلام. احنا بنتكلم عن التعصب الاسلامي والطائفيه الاسلاميه، لان بنرجع ونقول في عصور اسلاميه زي العصر اللي كان فيه محمد علي، وده راجل كان مسلم وكانت عصور زي الفل، لكن احنا بنتكلم على الطائفيه او الاسلام السياسي. خلينا نقولها الاسلام السياسي. يعني الاسلام كدين، الشخص بيعبد ربنا، بيروح المسجد وبيعبد ربنا وبيقوم بعباداته، تمام، مفيش مشكله. لكن لما دخل الاسلام السياسي واتباع اصول وهابيه، لا، خربت الدنيا. الدنيا خربت، وابتدى الجهل ينتشر، وابتدت المعالم الحضاره تنتهي. عشان كده انا دكتور الحبيب، طبعا هذا القران المسلم المعتدل لا يعرف ما في هذا القران، يعني معظمهم ما قروش. اللي يقراه في اوامر بقتلك وبقتلي في هذا الكتاب. سو المسلم المعتدل لا يمثل لي شيئا، يعني انا اشيله واكبه على جنب، لانه اللي يعمل بالامر هو المسلم اللي يحفظ هذا الكتاب واللي يعرف اللي فيه. اللي يعرف اللي فيه بي يعتبرك ذمي يا سيد الحبيب. انا عارف، مش عاوز اضغط عليك، بس انا عارف ما في هذا الكتاب، وعارف كيف حتى يوصل، كيف ان تعامل، وانا كيف انا عامل. شوف استاذ صالح، انا عايز اقول حاجه. انا عارف ان قناه حضرتك مثلا قناه الحديد، ومع ذلك عملت مع حضرتك انسانيه لو سمحت. يس، انا اوكي، اتجاهي للحادي لا يؤثر على مسيره القناه، وانت لكن انا برضو ما عنديش مشكله مع الملحدين خالص. يعني انا بحترم الملحد، لان الملحد ليه حريه انه يعتقد فيما يعتقد. على فكره الملحد ما فيش، يعني كلمه ملحد دي ما بتعجبنيش، لان ما فيش انسان مش معتقد. يعني الملحد برضه معتقد، لان عنده معتقد، عنده فكر. فكلمه ملحد دي انا يعني اقول اللا ديني، اقول اللا ديني افضل. يعني انا افضل كلمه اللا ديني تطلق على الملحد اكثر من كلمه ملحد. يعني حكينا هذا الامر بالتفق. انا ما احبش كلمه ملحد، يعني انا امشي مع نقول اللا ديني. اللا ديني انا بحترم حريته في انه يبقى لا ديني. ما بيؤمنش بالمسيحيه، هو حر. ما بيؤمنش باليهوديه، هو حر. ما بيؤمنش بالاسلام، بيعبد الحجر ان شاء الله. انا عندي مبدا، اعبد الحجر على شرط ان لا تضربني به. دي حاجه منتهيه. طالما عبادته ما بتاثرش عليا وعلى حياتي وعلى امني، انت حر. اؤمن كما تشاء. ارجع للمسلم. المسلم منه جاري ومنه صديقي ومنه حبيبي ومنه معلمي. دول اللي انا ما شفتش منهم شر. فبالتالي انا بحترم المسلم اللي انا ما شفتش منه شر، اللي انا عشت معاه، اللي هو جاري واخويا وصديقي ومعلمي ومدرسي، اللي ليه فضل عليا. اما حديثي انا ضد الارهابي. في ناس كتيرة مسلمين بترفض
ان 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 ان, أن يقرن المسلم بالارهابي. في ناس كتير بترفض ده، في ناس بسبب تقول لك انسانيتهم. انا هوصل لك لنقطه انت عايزها، ان كل مسلم، كل ارهابي مسلم. هتقول لي كل ارهابي مسلم على مستوى العالم، كل ارهابي بيطلع مسلم، يعني سمعت اي خبر اي كارثه في اي حته في الدنيا وراها مسلم. كل ارهابي مسلم، بس مش كل مسلم ارهابي. عشان كده انا ما اقدرش اطعن في معتقد جاري، ما اقدرش اقول الكلمه دي، ما اقدرش اطعن في معتقد معلمي اللي ليه فضل عليا، ما اقدرش اجرح فيه، ما اقدرش اعلم واحد انا ما شفتش منه غير كل خير. فبالتالي انا بتحفظ على المنهج ده، لكن براحتي اهاجم جماعات ارهابيه، براحتي اهاجم منهجهم الارهابي من قتل وذبح ودمار، لكن اخش في التفاصيل اجرح صديقي وجاري ومعلمي، دي صعبه قوي عليا، مش خطي خالص. يعني يمكن اقول الخط بتاعي خط حقوقي اكتر منه خط ديني، بمعنى انا ادافع عن حق الضعيف ايا كان مسيحي مسلم ملحد بهائي، طالما هو ضعيف وواقع تحت ظلم لا انا هقف جنبه، مسلم ضعيف وحقوقه منتهبه لا هقف جنبه عشان ياخد حقه، بهائي هقف جنبه من حقه يمارس عبادته، شيعي من حقه يمارس عبادته، ملحد من حقه طالما انا ما بشوفتش منه شر، انا عندي الملحد المسالم اللي ما فيش منه اي شر احسن من المسلم الارهابي. دي نقط ويتفق معايا فيها المسلمين، يتفق معايا فيها المسلم. بس هاي مبادئك يعني دليل على سمو اخلاقك وحسن تعاليمك يا دكتورنا الحبيب. وحتى المسلم تتكلم عنه انسانيته تطغى على التعاليم اللي موجوده عنده في الكتاب اللي ورجيت لك اياه. تمام، هو احنا بنركن على نقطه وبنصدقها، او قول بنحاول نصدقها. يعني لما تجيب شيخ من شيوخ الازهر ردك على الكلام ده ايه؟ بيرد يقول الكلام ده كان لوقته، ما يطبقش في كل وقت. امين يا عم، مصدقينك حتى لو كان مش الحقيقه، بس هنصدقك عشان نكمل، عشان احنا عايزين نعيش مع بعض. فهمتني؟ يعني حتى لو كان كلامك ضد الحقيقه احنا بنحاول نفهمك ان احنا مصدقينه، عسى ان تتغير النفوس وتصبح النفوس افضل. بس دكتور مؤخرا الاشهر القديمه احد شيوخ مصر، هسه راح يجي اسمه ببالي، كان عندكم هناك في اوروبا و يس احمد الطيب، نعم، الامور اللي طرحها هل هي حقيقه في مصر؟ لانه لما رجع لمصر غير اراءه بالمره، صح ولا لا؟ شوف حضرتك الناس يعني معلش يعني الناس بتتناسى او بتتجاهل ان العالم اصبح قاريه صغيره. يعني حضرتك في امريكا وجيه في مصر بيتكلموا مع بعض لايف، الناس كلها بتشوفهم لايف، مفيش مشكلة، العالم بقى قرية صغيرة. فأنت رايح تقول كلام هيسمعوا له في مصر وهيردوا عليه ويقول لك الكلام ده غلط وما يصحش كده يا شيخ الأزهر، وأنا عملت حلقة اسمها ما يصحش كده يا شيخ الأزهر، رديت عليه. طبعا هو قال لك في جملة، قال لك إيه؟ إن أوروبا لن تستطيع التخلص من الإرهاب إلا إذا ساوت الأوروبي مع المسلم المهاجر. يعني سبب الارهاب في اوروبا نتيجه تهميش المسلمين في اوروبا. او ماي جاد، دكتور وشو رايك انت في ده هنداوي، يعني ده كلام ابعد ما يكون عن الحقيقه. يقول كلام، طبعا اوروبا يعني اوروبا قانونها ودستورها ديمقراطي، الحريات يعني ان تستبر، يعني يقول لك حريه الشخص لا تمس، قول ان تستبر، دي في الالماني، او ان تاتشبل بالنسبه للانجليش. ده ماده واحد في الدستور بتطبق على الكل، انت مسلم، انت يهودي، انت شيعي، انت ملحد، بتاخد حقك من الكبير، من الوزير. ما يسالوش انت مين، يعني هو بالمهم انت حر، انت جاي بتلقي ما عندك، يعني انت عندك البهدله والاضطهاد وعلى ايدك، ده الختم بتاعك يا شيخ الازهر بيختم على المختطفين والمغتصبات اللي متحولين اندر فورس تو بي مسلمز. يعني انت وجاي تقول كلام مغاير، طبعا دي كلام ينافي الحقيقه تماما.
وكلام مش صحيح. والانسان يعني نتمنى ان الانسان يحاول يدور على مصداقيته، بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط. يعني انا واجي اقف انا وبتكلم دلوقتي، في ناس كتيره سمعاني وسامعه مستر صالح هو بيتكلم، هل الناس ما تقدرش تعرف اذا كنت انا بكذب ولا لا؟ هل الناس ما تقدرش تعرف اذا كان كلامي فيه صدق ولا لا؟ اكيد الناس بتعرف كل حاجه. فبالتالي انت راح تكذب هناك، ما هناك برضه هيعرفوا الحقيقه. ده انت الفيسبوك واليوتيوب كله بيتسمع وبيترجم وبيعرفوا كل كلمه فيه. يعني انا وانت بنتكلم دلوقتي امه لا اله الا الله بتسمعنا وبترجم كلامنا ايوه بتسمعنا وبيترجموا كلامنا بكل اللغات ويفهموه. ده في اجهزه دلوقتي الصوت تقوله تطلع من الناحيه الثانيه بترجمه مكتوب، تتكلم كلامك يطلع مكتوب. فما عادش ينفع وما حدش ياكل وما عادتش ناس عبيطه. وعلى فكره اللي فاكر بس هو بيستعبطهم دكتور. انا صراحه لما تجي بالطياره وغير رايه وغير كلام، انا يعني ترجمتها عفوا للكلمه يعني بالمصري يمكن انا جايكم يا حوش، يعني ادوني فرصه اوصلكم انا على يعني حوريكم. بس هو راح لما راح عند الخواجات يعني راح لهم انه يعني انا رجل السلام وهذا دين المحبه والاحترام، بس لما توجه لمصر كل شيء تغير. طبعا طبعا، ما هو ده الكيل بمكيالين. احنا بنقول في مصر الكيل بمكيالين، يعني يقول لك الجميع في مصر واحد، المسلم كما المسيحي كاسنان المشط. الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح. لا في مصر في اضطهاد وفي تمييز في كل حاجه وفي المناصب وفي كل حاجه، دي حاجات لا يمكن ينكرها انسان. دي ده كلام منتهي. ويقول المسلم قبل المسيحي، يعني المسلم يعني لو طلع واحد مسيحي، واحد مسيحي قال كده في خطاب كده، قال المسيحي واخد حقه زي المسلم في مصر من وسط المسلمين، يقول له انت كذاب، احنا عارفين الفوله، احنا عارفين اللي فيها. فمن يوم هم نفسهم عارفين الحقيقه، يعني المسلمين نفسهم عارفين الحقيقه وعارفين ان احنا مضطهدين، لما بيسمعوا الكلام ده عارفين ان الكلام ده كده. دكتور انا شاركتك برايي مع، انا قلت لك يعني كل اصحابي هم مصريين صراحه، والفتره الاخيره صرت اسالهم يعني عاوز رايكم في مصر، وانا سمعتها من كل من عندهم كلهم تقريبا، مصر يعني اضطهاد المسلم للمسيحي بالضبط، هذا اللي سمعته من عندهم، وناس عاديين يعني من كل طبقات المجتمع المصري. برضه النقطة دي، النقطة دي لازم نكون نوضحها شوية. يعني واحد هيقول لي إيه يعني اضطهاد المسلم المسيحي؟ يعني المسيحي ما بيمشيش في الشارع؟ يعني المسيحي ما بيدخلش كلية؟ يعني إيه يعني؟ يعني المسيحي ما بيعرفش ينام في بيته؟ لا، الاضطهاد مش كده خالص. المسيحي بياكل في مصر وبيطلع الشارع وبيصيف عادي جدا وبينزل على البلاج عادي جدا. لكن التمييز ما هو لازم نوضح، اصل الناس يقول لك كذاب، ما انت بتاكل وبتشرب، ده انت لبسك بتلبس احسن مني، ده انت راكب احسن عربيه. راكب احسن عربيه، بس ابني لما يتخرج مش هيبقى ظابط في المخابرات، مع انه بيبقى ابني شاطر وممتاز. لا مش هيبقى ظابط في المخابرات، ليه؟ عشان مسيحي. ابني شاطر وغني وغني وعندي فلوس. نعم حصل الاشهر الماضيه، اولسو الاشهر القريبه الماضيه، بنت اسف امراه قبطيه كان شهادتها يعني توصلها ل اعتقد مديره في مدرسه او مديره مدرسه، ممكن تساعد عفوا ذاكرتي شوي تفضل. هي حضرتك كانت المديره السابقه طلعت معاش، والاداره بتاعت المدرسه ابتدت مع المديريه يشوفوا مين الاحق بانه يمسك مدير مدرسه، فشافوا السي في بتاعها وشافوا ان ديت افضل واحده تمسك مديرة، واحدة مسيحية، وفعلا خلاص هتمسك مديرة. قامت مظاهرة من المدرسين وغير المدرسين وأثاروا الطلبة. تخيل بقى لما أنت تسير الطلبة، الطلبة اللي بيدرسوا، إنه الطلبة مش عايزين المدير ده، طبعا ده كله من تحت يعني زق كده من المدرسين، وفعلا المديرة المسيحية ما تمسكش. زي نفس الحركة اللي اتعملت لما جه مدير مسيح محافظ مسيحي يمسك هنا. مين اللي اثار الناس انهم يعترضوا على محافظ مسيحي في قنا؟ مش هتصدق، مش هتصدق، عضو الحزب الوطني
والمذيع الألمع مصطفى بكري اللي دلوقتي بيتكلم عن المواطنة، واللي بيعمل لقاءات مع الأنبا بولا، وبيعمل لقاءات مع الأساقفة ويتكلم معهم بكل سماحة، هو اللي قاد ثورة لعدم تعيين محافظ قبطي لمصر، وكان حزب وطن، وكان 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 وكان. على فكرة عايز بس أديك نقطة يا ريت تكون في ذهنك. الشعب المصري طيب جدا، والمسلمين المصريين طيبين جدا، ولما تعرف ان في مجموعة مسلمين حتى ولو كانوا مسلمين سلفيين راحوا يحرقوا كنيسة او يهجموا على كاهن، اعرف ان ده بإشارة خضراء من الامن، او مزقوقين من الامن. لا يجرؤ انسان في مصر انه يعمل حاجة دون اذن الامن. كيف يا دكتور؟ يعني صراحه راح يجنننا هذا الامر. انا بقولها لحضرتك، يعني كنيسه مثلا هتتفتح، الامن مش عايزها تتفتح. طب انا هقول لك قصه هتبين لك، هتفهمك اللي انا عايز اقول لك عليه. في كنيسه عايزين يقفلوها، فبعتوا للكاهن قالوا له ما تروحش الكنيسه وتصلي فيها، ممنوع تتفتح الكنيسه، هو بيصلي فيها على طول. فالراجل ما مش عارف، طب ليه ما اروحش اصلي في الكنيسه؟ ما فيش حاجه، البلد زي الفل. فقال له هو كده. فطلع الكاهن سلم على الناس، سلام عليكم، سلام. الناس بترد عليه وعليكم السلام، اهلا يا ابونا، مسلمين، اهلا يا ابونا. لغايه ما وصل الكاهن للكنيسه، على باب الكنيسه واقف امين شرطه. الكاهن ده عايز يدخل يفتح باب الكنيسه عشان يصلي مع الناس، فامين الشرطه قال له ممنوع، ممنوع تدخل الكنيسه وتصلي. قال له ليه؟ قال له اهل البلد مش عايزين الكنيسه تتفتح. قال له لا، ده انا اهل البلد لسه مسلم عليهم وردد عليهم السلام وردوا عليا، وناس مش معترضين وناس كويسين وحبايب وزي الفل معايا، لا انا هدخل افتح الكنيسه. امين الشرطه يفتح مطوه، تخيل امين الشرطه اللي واقف حراسه على باب الكنيسه يفتح مطوه على الكاهن، يقول لو دخلت هغزك، لو دخلت هغزك. خد دي، خد الثانيه بقى، خد الثانيه. في اسكندريه طلع ارهابي ماسك سكينه وركب مترو ونزل اليوم ده على ثلاث كنايس ورا بعض، اي حد يقابله يروح طعنه، اي حد يقابله يروح طعنه. الكنيسه الثانيه اللي دخل فيها هو بيطعن طعن واحده ست كبيره عجوزه ورهبه وقعها، المسيحيين اللي في الكنيسه مسكوا الراجل ده اللي ماسك السكينه. تخيل ان امين الشرطه يطلع الطبنجه بتاعته ويضربها في الهواء ويقول لهم سيبوه، ما حدش يمسكه، سيبوه، يروح يسيبوا الارهابي اللي لسه ضارب واحده رهبه، ويمشي الارهابي يركب مترو ويروح الكنيسه الثالثه ويطعنهم في الكنيسه. دي قصه مشهوره حصلت في اسكندريه. مين اللي حرر الارهابي؟ امين الشرطه الواقف، امين الشرطه الواقف. وعشان كده انا في فيديوهات كتير قلت الارهابي اللي انت بتدافع عنه النهارده هو نفسه اللي هيجي بكره يطعنك، هو نفسه اللي هيجي بكره ويطعنك. انت فاكره بيقتل في المسيحيين دول كفار؟ لا حبيبي، هو بيقتل ده عشان كافر، بكره هيعتبرك انت كامن كافر هيطعنك، وبتلف الدايره وتيجي عليه. عشان كده عايز اقول لك، لما بيكون في كنيسه مش عايزينها تفتح، الامن مش عايزها تفتح، الامن هو اللي بيصير السلفيين يقول لهم روحوا اعملوا الضوضاء دي واعملوا الحكايه دي، مفيش حاجه، البلد زي الفل. فقالوا هو كده. فطلع الكاهن سلم على الناس، سلام عليكم، سلام. الناس بترد عليه وعليكم السلام، اهلا يا ابونا، مسلمين، اهلا يا ابونا. لغايه ما وصل الكاهن للكنيسه، على باب الكنيسه واقف امين شرطه. الكاهن ده عايز يدخل يفتح باب الكنيسه عشان يصلي مع الناس، فامين الشرطه قال له ممنوع، ممنوع تدخل الكنيسه وتصلي. قال له ليه؟ قال له اهل البلد مش عايزين الكنيسه تتفتح. قال له لا، ده انا اهل البلد لسه مسلم عليهم وردد عليهم السلام وردوا عليا، وناس مش معترضين وناس كويسين وحبايب وزي الفل معايا، لا انا هدخل افتح الكنيسه. امين الشرطه
يفتح مطوه، تخيل امين الشرطه اللي واقف حراسه على باب الكنيسه يفتح مطوه على الكاهن يقول لو دخلت هغزك، لو دخلت هغزك، خد دي، خد الثانيه بقى، خد الثانيه. في اسكندريه طلع ارهابي ماسك سكينه وركب مترو ونزل اليوم ده على ثلاث كنايس ورا بعض، اي حد يقابله يروح طعنه، اي حد يقابله يروح طعنه. الكنيسه الثانيه اللي دخل فيها هو بيطعن طعن واحده ست كبيره عجوزه ورهبه وقعها، المسيحيين اللي في الكنيسه مسكوا الراجل ده اللي ماسك السكينه. تخيل ان امين الشرطه يطلع الطبنجه بتاعته ويضربها في الهواء ويقول لهم سيبوه، ما حدش يمسكه سيبوه، يروح يسيبوا الارهابي اللي لسه ضارب واحده رهبه، ويمشي الارهابي يركب مترو ويروح الكنيسه الثالثه ويطعنهم في الكنيسه. دي قصه مشهوره حصلت في اسكندريه. مين اللي حرر الارهابي؟ امين الشرطه الواقف، امين الشرطه الواقف. وعشان كده انا في فيديوهات كتير قلت الارهابي اللي انت بتدافع عنه النهارده هو نفسه اللي هيجي بكره يطعنك، هو نفسه اللي هيجي بكره ويطعنك. انت فاكره بيقتل في المسيحيين دول كفار؟ لا حبيبي، هو بيقتل ده عشان كافر، بكره هيعتبرك انت كامن كافر هيطعنك، وبتلف في الدايره وتيجي عليه. عشان كده عايز اقول لك لما بيكون في كنيسه مش عايزينها تفتح، الامن مش عايزها تفتح، الامن هو اللي بيصير السلفيين يقول لهم روحوا اعملوا الضوضاء دي واعملوا الحكايه. يعني هذه كارثه صراحه. انا عندي ملاحظه من احد اخواننا هانف من تونيجيا، يحكي اخي سال ارجوك التزم بعنوان الحلقه وشكرا، وراح احكي اخي الحبيب عنوان الحلقه تدهور الاوضاع العربيه والشرق الاوضاع في البلدان العربيه والشرق الاوسطيه، وبما لانه مصر لها هو ثقل الشرق الاوسط، انا عم بركز على هذا الامر. الامر يا اخي هانيبال حبيبي، الامر هو الارهاب الاسلامي في تونيجيا، في تونس، وفي المغرب، وفي الجزائر، ومصر، وسوريا، والعراق، وايران، وفي امريكا، وفي اوروبا، وبالهند، وانا حتى في المريخ، في المريخ الان في ارهاب اسلامي. فهاي مشكلتنا يا حبيبي، احنا عارفين هو الوضع، بس مصر هو الثقل العربي، اسف، الثقل الفرعوني، مش عايزين نخسر يعني. ارجو المعذره المقاطعه بس الاخ ذكر. لا ما فيش اي مشكله. Alright، نرجع علاقاتك مع الملحدين والمسلمين. ما فيش اي مشكله. بالنسبه للملحدين انا ما فيش اي اعتراض خالص على فكرهم. ما فيش، براحتهم يمارسوا معتقدهم براحتهم على الا يؤثروا على الاخر. بمعنى انت ما بتحبش المسيحيه وعندك اعتراضات على المسيحيه، ماشي، ما تحبش المسيحيه وما يكونش اعتراض ليك على ويكون عندك اعتراض على المسيحيه، لكن ما تعملش مشاكل مع المسيحي، ما تعملش مشاكل مع المسيحي، ما تهينش المسيحي. يعني في موضه طالعه انك اول الملحد اول ما يكون عنده فريند مسيحي يقول له انت كذا وصفتك ونعتك لا، انت بتنتقد حاجات في المسيحيه مش مقتنع بيها، انت عارف ده، لكن انت مش حر انك انت تهين المسيحي. برضه نفس الكلام الملحد بالنسبه للمسلم، انت بتنتقد حاجات في الاسلام، انتقد حاجات في الاسلام، هاجم الارهابي، لكن المسلم المعتدل لا، انت تشتمه ليه؟ وهكذا بالنسبه للبهائي، احترم البهائي وليه حقه. البهائي انا على فكره انا ما شفتش بهائي قليل ادب على فكره، يعني البهائيين كلهم بصراحه ناس محترمين ومؤدبين، مش عارف الناس بتهاجمهم ليه، كلهم مؤدبين، كلهم اخلاق عاليه بصراحه يعني. وناس قيم وناس في مراكز، ما اعرفش الهجوم على الوهابيه. لا اتفق معاه بجمله وتفصيلا يا سيدي. يعني اعرف ناس بهائيين قمه في الاخلاق وقمه في الادب والذوق، طب ليه نهاجم الناس دي؟ ناس ما بنشوفش منها شر، ناس ما بنشوفش منها اعتداء، نهاجمها ليه؟ نبقى اعدائها ليه؟ وهكذا برضو مع المعتدل من المسلمين والناس الكويسه من المسلمين، ده على راسنا من فوق، على راسنا من فوق، ما نقدرش نوجه لهم اي نوع من الجرح حتى ولو بالاشاره يعني. ده اللي انا عايز اقول عليه. حتى يعني في ناس اثرتني ضد، كانت في قضيه مثاره عن الطوائف في المسيحيه، البروتستانت، الكاثوليك، الارثوذكس، وبيتناحروا وبيكفروا في بعض. انا مؤمن بالثلاثه،
وانا ارثوذكسي بس بحترم الكاثوليكي وبحترم البروتستانتي. الله ليه؟ هو حر واذاني في ايه؟ هو اذاني ما اذانيش. ليه اعمل وليه الفكر المتصحر الفكر العدائي ان اي انسان يختلف معايا اسن له عايز اذبحه؟ الله في ايه؟ ما ده فكر استعماري محض. يعني انا عايز اقول ايه؟ مشكلتنا ان احنا مش عايزين نتعلم من خبرات الشعوب. بمعنى اليابان كانت في حرب مع امريكا وعارفين موضوع هيروشيما وناجازاكي والقنبله الذريه والكام مليون ماشي. ايه اخبار اليابان مع امريكا دلوقتي؟ فله شمعه منوره. ومع المانيا ومع فيتنام ومع فيتنام. تعال شوف الفيتناميين في اوروبا، الفيتناميين في اوروبا في بلاد كامله كلها فيتناميين وعاملين مشاريع. انا في مره دخلت قريه من قرى اوروبا في التشيك، في التشيك تشيكوسلوفاكيا، لا دلوقتي التشيك الاستفاكيا انفصلت عنها، لا التشيك نفسها. دخلت دوله حسيت اني في اسيا، في اسيا اشيا كلهم فيتناميين، محلات كلها فيتناميين. الله يا رب في ايه؟ قال لك دول بعد الحرب جم. طيب اليهود والالمان هتلر والنازيه ومحارق اليهود تمام، ايه الحال دلوقتي؟ فل شمعة مرة. لكن احنا اجارك الله العداوه ازليه ايفك بالالمانيه ايفك ابدي بالتعاليم يا دكتور. ما هو ما دي كارثه يعني نتعلم من الشعوب. يعني هقول لك حاجه، الامم المتحده اتعملت ليه؟ الحرب العالميه الاولى كانت 4 سنين، الحرب العالميه الثانيه كانت 6 سنين. في الحرب العالميه الثانيه حوالي 60 مليون ماتوا، كارثه. 60 مليون فرد اتقتلوا في الحرب العالميه، فحسوا بخطر الحروب على البشريه. عمل الامم المتحده، الامم المتحده لضمان عدم اقامه حروب مستقبليه. اتعلموا، اتعلموا من الحرب، اتعلموا اثار الحروب، اتعلموا من الدمار البشري. عملوا امم متحده عشان تحاشي اقامه اي حروب مستقبليه. احنا فين الكلام ده؟ احنا كل العالم ملتزم بالامم المتحده ما عدا نحن. احنا فين الكلام ده؟ ده البيت الواحد لو ولد اخذ مذهب واخوه اخذ مذهب يقتلوا بعض. لو ده انا شيعي وانا سني يقتلوا بعض. طب ليه يا ابن عم؟ ليه؟ ليه؟ كل ده عند العرب. الدول بتحارب بعض. شوف تعالى الدول العربيه دلوقتي، حرب سوريا وراها مين؟ السعوديه. حرب اليمن وراها مين؟ السعوديه. اللي بيحصل في لبنان، اللي بيحصل في مصر، النخوره. رجعنا لعهد المماليك، تروح سوريا تلاقي ناس جايه لك من الشيشان وجايه لك من افغانستان ومن دول ثانيه بتحارب النظام. دول عباره عن ايه؟ مماليك. دول مش من الارض، دول مرتزقه جايين بيقبضوا. الشيشان بيحارب سوري على ارضه. يا سيد الفاضل، هاي دعوه للجهاد، هذه تعاليم اسلاميه، يعني ليش ننكرها؟ انا اعرف الاسلام، هذا تعليم اسلامي. انا فاهم انت، ما هي جايه من السعوديه الكلام ده، بس هو حشو. ما هو اتحشى الكلام ده عن طريق مبررات دينيه. يعني خلي بالك بيقول لك البغدادي اللي هو الامير بتاع الدوله الاسلاميه في العراق خلى نصيب الفرد بدل ما 4 حريات زودهم شويه. قال لهم لا دلوقتي في 8 حريات لما تطلع فوق. يعني مش 4 بس، بقى 8 عشان تفجر نفسك وانت مرتاح. يمكن 4 ما يكفوكش، بقوا 8. بقى في محفز ديني لغرض سياسي. انا بستخدم الدين لغرض سياسي. هو هذا كان غرض محمد يا اخي. يعني ارجو المعذره، هاي الحقيقه. يعني هو يعني اصل الاسلام انه هاي النقطه اكزاكتلي اللي حضرتك ذكرتها. موضوع قد طويل وممكن ندخل في هذا الموضوع مره اخرى. يعني النقطه المهمه اللي انا عايز اركز عليها مستر صار حبيبي، هو الدين اهم ولا الوطن؟ طيب اهم الانسان ولا الدين؟ وايهما خلق اولا؟ يعني مين اللي اتخلق الاول؟ اتخلقت الارض واتخلق الانسان
وجه الدين. فالدين جه لخدمة الإنسان والوطن مش العكس. يعني لما يجي الدين يتعارض مع الوطن والإنسان يبقى شكرا، يبقى شكرا، يبقى دمار، يبقى مش محتاجين متشكرين قوي. يعني يا الدين يساعد على تقدم الـ الـ او المعتقد يساعد على تقدم البشر وتقدم البشرية والسمو، يا اما ملوش لازمة بقى. بس عفوا، لما تذكر الدين دكتورنا الحبيب، لما تذكر الدين كل الأديان يمارسون طقوسهم في المعابد، في السينيجاجز، تشيرشز، الكنائس، لكن في الإسلام الأمر يختلف تماما. والإسلام يدعوك أو يدعو تابعيه للدومينيشن، يعني للسيطرة والإقصاء. ومعروفة أينما حل المسلمين حلت المشاكل، يعني أينما كان تواصل أو اشتباك بين المسلمين والطوائف أخرى تلاقي المشاكل. أنا في عندي مقال كبير في الإنجليزي لازم أترجمه للعربي. تعديل صغير، أينما حل الإسلام السياسي وليس أينما حل المسلمين، لأن زي ما قلنا مش كل المسلمين إرهابيين. فأينما حل الإسلام السياسي، أنا متفق معك في النقطة دي. أنا متفق معك واختلف في السياسة. لا أنا ممكن أقولها لك بنفس الطريقة، أينما حلت المسيحية السياسية. إيه رأيك بقى نفس الكلام؟ لا حبيبي، يا ريت على المسيحية السياسية أنا موافق. لا أنا برضو مش عايز المسيحية، يعني أنا إحنا بنعمم الكلام، إحنا مش بنشخص لنفسي، أنا أرفض تدخل المسيحية في السياسة. وأنا كمان اللي يعني هو الدين ملوش في السياسة، يعني روح اعبد ايش ما بدك في اي مكان. الدين مكانه دور العباده. Exactly. انت مسيحي تروح كنيسه، مسلم تروح الجامع، يهودي تروح المعبد بتاعك، لكن بره كلنا نسلم على بعض، مفيش اي مشكله، نمارس حياتنا مفيش اي مشكله. دينك بينك ما بين ربنا ما بين دور عبادتك، لكن يدخل في السياسه، يدخل في التحكم في حياه البشر، يفتح الله. يفتح الله، يفتح الله انك انت عايز تستغل دينك عشان تتحكم فيا انا. طب ليه؟ يعني انت بتستغل دينك تتحكم فيا انا؟ انا هرفض، مش من العدل ولا اسمح لديني انه يتحكم فيك. فانت اذا كنت عايز تستغل دينك بحيث انك تسطو عليا او تسلبني حريتي، انا برفض ده، انا برفض ده مطلقا، مرفوض مرفوض مرفوض. دخول في السياسه في الدين مرفوض. هل انت مبسوط مع السيسي الان؟ سياسات السيسي في مصر؟ احنا لما بنتكلم عشان ما نشخصنش لاغراض شخصيه بنقول لما احكي السيسي، يعني احنا نقول لك اوباما ادمنستريشن، لا يعني اوباما شخصيا بس حكومه اوباما. في جزئين، في سياسه خارجيه وفي سياسه داخليه. انا مؤيد للسيسي في السياسه الخارجيه، مؤيده تماما في الفتره الاخيره، في الفتره الاخيره وتحديدا في اخر شهرين. يعني اخر شهرين اوكي، يمكن قبل كده برضو السياسة الخارجية أنا كنت ضدها، يعني أنا كنت ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ودي قلتها وعملت عليها فيديو وبأكدها، تيران وصنافير مصرية، فكنت ضد جزئية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. لكن حاليا أنا مع السياسة الخارجية للرئيس السيسي، بمعنى الرئيس السيسي في عدم تورطه في حرب سوريا أنا موافقه انه ما يتورطش مع السعوديه انه يحارب سوريا. انا مع السيسي في انه يقول ان حافظ الاسد لازم يستمر في الفتره الحاليه، مش حبا في حافظ الاسد، مش حبا في بشار الاسد، ولكن مراعاه لظروف سوريا حتى تعود سوريا. الارض باقيه والافراد زائلون. كده كده بشار ليه عمر افتراضي. لكن الارض باقيه، عايزين الارض ترجع لاصحابها، وعايزين امن وامان للسوريين في بلادهم. يبقى انا معاه. أنا مع رئيس السيسي في عدم تورطه في اليمن. حكاية مسافة السكة دي، مسافة السكة أدافع عنك لما يكون حد هيعتدي عليك، لكن مش أكون معاك في الاعتداء على الآخرين. دي حتة مهمة جدا. يعني مسافة السكة، أنا قلت لك مسافة السكة لو أنت متعرض لخطر أجي أدافع عنك، لكن أنت تخزو الآخرين لا، أنا مش هشتغل لك مرتزق، أنا معاك دول. لكن السياسة الداخلية أنا عندي عليها بعض التحفظات، يعني أنا ضد إني أؤمر الشعب بإنه يتقشف في نفس الوقت أرفع مرتبات القضاة واللواءات وأفراد الشرطة. منين أطلب دول بالتقشف؟ ومنين أرفع المرتبات؟ لو قلت الكل يتعاون والكل يتحمل التقشف ده عدل،
ده ما ارفعش مرتبات القضاء انا. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، ده بدل العدوى للقاضي 5000 جنيه في الشهر، في الوقت اللي بدل العدوى للطبيب في مصر 19 جنيه. الطبيب اللي بيتعامل مع المريض يوميا بدله 19 جنيه ل 29 جنيه حسب عدد سنين العمر بتاعته. لسه متعين جديد 19 جنيه، لا كبير 29 جنيه بدل عدوى، والقاضي اللي قاعد على منصته 5000 جنيه بدل عدوى، والظابط حوالي 2000 ونص. ايه ده؟ وفي الاخر كمان اعمل مكافئات للقضاه 10000 جنيه السنه دي عشان عيد الاضحى. والله في ناس كادحه ومحتاجه. فالكلب مكيالين ده ارفع مرتبات الوقات واطالب الشعب بالتقشف، دي الى حد ما بتخلي الشعب يئن شويه. فعايزين ايه؟ لا انا عايز اقول له ممكن اكون انا عايز الولاء بتاع الجيش فبرفع له المرتبات، ممكن عايز ولاء القضاه، ممكن اكون عايز ولاء الضباط، لكن برضو ادور على ولاء شعبي. انا ادور على ولاء شعبي. ما عادش حد عبيط، ما عادش حد عبيط، الناس بتقل. فبالتالي احنا عايزين نقول بلاش نستفز الشعب، نرفع مرتبات قضاه ولواءات و و و و في نفس الوقت اللي هو الناس تعبانه وبتقل. دي النقطه وبرده السياسه الداخليه من حيث التهميش. من شهرين صدر خبر كده ان السيسي امر بان عميد كليه حقوق مسيحي، اول مره تحصل ان يبقى عميد كليه حقوق مسيحي. متشكرين يا ريس، متشكرين جدا، بس الطريق طويل يا ريس. احنا عايزين يا ريس في المخابرات يكون عندنا ضباط يا ريس، وعايزين يا ريس في امن الدوله يكون عندنا ضباط يا ريس، وعايزين يا ريس في المحافظين يكون عندنا مسيحيين يا ريس. ويا ريس ما تخافش من المسيح لانه عمره ما يخون، عمره ما يخون، وعمره ما يخونك، عمره ما يخون الارض، وعمر ما مصري خان بلده، وعمر ما مسيحي خان بلده. مصري مسيحي عمره ما خان بلده. دور كده في الكتالوجات عندك حتى في الارهابيين والجواسيس مش هتلاقي مسيحي واحد. عايز البلد تنهض خليك محمد علي، ارجع ادي حريه للناس. جايك لمحمد علي. انا جاي لك دكتور. ويت، انا في عندي نقطه صراحه. لما السيسي اخذ السلطه واول لقاء له كان، انا كنت يعني كمواطن عادي يعني واتفرج على البلاد الشرق الاوسط. السيسي اختار يلتقي بشيوخ الازهر، انا كنت مفتكر صراحه راح يلتقي مفكرين مصر، مثقفي مصر، علماء مصر، اقتصاديي مصر، سياسي مصر. بس لما شفت اللقاء صعقت لما شفت يعني حاط العمامات ويلقي فيهم محاضره، لكن بالانجليزي نحكي في امريكا وات ذا هيل، بس يعني ماذا حدث لنا؟ ليه ماذا يجتمع بهؤلاء؟ مين هم يعني؟ هم يعني الازهر انا برايي الشخصي سبب خراب مصر. لماذا لم يلتقي بمثقفي مصر؟ تفضل. عفوا. مداعبة رجل الشارع البسيط، مداعبة رجل الشارع البسيط. الأمية عندنا متفشية. زمان في مصر كان اللي واخد ابتدائية قديمة كان مثقف ثقافة عالية جدا جدا جدا. للأسف دلوقتي في مصر في شباب عنده بكالوريوسات وللأسف جاهل، جاهل الفكر، الفكر بتاعه مشوش. فأنا عن طريق نجيب شيوخ الأزهر والشيوخ بداعب الشباب البسيط، يقول لك والله مؤمن، ده رئيسنا مؤمن يعني جايب الشيوخ وبيسمع لهم. لكن المثقفين والمفكرين يعني هيبيعوا ايه؟ يلا هيبيعوا ثقافه، هيبيعوا فكر، هيبيعوا تقدم، يعني مش حلو. احنا عايزين العبيط اللي ماشي في الشارع، انا اسف الكلمه دي. ثانيا، مداعبه راجل الشارع البسيط ومداعبه السعوديه، لان الازهر هو سفاره السعوديه في مصر. اوعى تفتكروا ان سفاره السعوديه هي السفاره، مبنى السفاره، لا 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 لا. الازهر عميل للسعوديه جوه مصر، طابور خامس للسعوديه جوه مصر، ده الازهر. فمداعبه شقين، الرجل البسيط في الشارع ومداعبه السعوديه يعني. ما حاب يعني اللي حدث، بس راح امشي معاها يعني. بس اوكي،
مقارنة بين محمد علي والسيسي وبالعدالة في حدث، أنا وأنت نتذكر حدث حصل زمان بين تاجر مسلم وتاجر مسيحي، ما عمل محمد علي زمان وما يعمله السيسي الآن 2016. تفضل بليز وضح لي. أحب تحب أذكرك ولا تعرف النقطة؟ لا انا عارفها كويس جدا وانا هحكي لك بالتفصيل، بس في نقطه عايز اقولها، ليه ما حصلش ده مثلا زيه من السيسي؟ اولا خلي بالك ان السيسي رئيس دوله في الصوره، رئيس دوله لكن بيعمل حساب لرجاله وراه، رجاله كتير وراه وفي مناصب كبيره، ورجالة اللي وراه وفي مناصب كبيرة ليهم انتماءات دينية مختلفة، انتماءات دينية مختلفة، فبالتالي السيسي مش عايز يخسر بعض من دول، وممكن يعني برضو بيعمل حساب ليهم. نرجع لمحمد علي، القصة ان حصل ان اختلف تاجر مسيحي مع تاجر مسلم، المسلم ممكن توضح السنة لو سمحت، بأي تاريخ تقريبا؟ ولا انا مش فاكر كويس، بس اعتقد ان التاجر المسيحي كان سيدهم بشاي، وده ليه مقام موجود في طنطا وكده يعني، فده في عهد محمد علي، بس التاريخ بالظبط مش فاكره عشان ما اقولش اي تاريخ يعني. فاللي حصل بالظبط ان المسلم قتل المسيحي، وكان في شهود واقفين، جت الشرطه قبضت على القاتل والشهود موجودين، ايه اللي حصل؟ اعترفوا، القاتل اعترف بانه قتل، والشهود ايوه ده قتل، تمام كل حاجه تمام، الادله موجوده واعتراف من الشاهد بانه قتل المسيح. دخلت القضيه على القاضي، وظهر قاضي من حبايبنا، كان وهابي برضه، يعني خلي بالك الفكر الوهابي ساعتها كان منتشر في السعوديه. فحكم بان القاتل المسلم يدفع كفاله، مش عارف 200 دينار ولا حاجه زي كده، يدفع كفاله ويخرج. فالمسيحيين راحوا لمحمد علي اشتكوا له، ده حصل كذا وكذا 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 وكذا، وده قتل وبشهاده الشهود واعترف، ويطلع بكفاله، كفاله يعني كلام فاضي، يدفع مبلغ ويمشي كانه يعني اشترى حمار ولا حاجه يعني، اي حاجه زي كده. فمحمد علي درس القضيه وراح للقاضي، جاب القاضي قال له الراجل ده مش قتل؟ قال له اه. قال له الراجل ده مش اعترف بانه قاتل؟ قال له اه. قال له مش في شهود على انه قتل؟ قال له اه. قال له يطلع براءه ليه؟ فالشيخ قال له اصل احنا عندنا ان لا يؤخذ دم مسلم بدم كافر، وده يعتبر المسيحي عندنا كافر، فما نقدرش نقتل المسلم عشان قتل كافر. رد عليه محمد علي قال له الله، طب ومش في القران مكتوب ومن قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا؟ انتوا هتجيبوا القران من عندكم ودين من عندكم، ده لازم يتقتل. نفس الحركه اللي بتحصل دلوقتي لما يطلع شيخ يقول لك الحقوا المسيحيين بيقتلوا في المسلمين، ادخلوا عليهم، ويطلع المسلمين يقتلوا في النصارى. ايه عمك شيخ، الشيخ ده القاضي ده وصى الشيوخ بتوعه وكلم الشيوخ، والشيوخ طلعوا الحقوا ده هيحصل كذا كذا، اتجمعوا بثوره بقى على محمد علي علشان الشخص ده ما يعدمش. محمد علي عمل ايه؟ ما هو ده بقى التيست، جس النبض اللي بيتعمل لكل رئيس دوله، كل رئيس دوله بيتعمل له جس نبض يشوفوه لما تتم عمليه مع المسيحيين هيعمل ايه؟ سكت وصايا يكملوا، خلاص عرفنا. فهم عملوا حاجه دي مع محمد علي، محمد علي عمل ايه؟ طلع فرقه كامله مدفعيه في المدافع كامله قدام المظاهره، قدام المظاهره، وقال لهم 10 دقائق ده هيتعدم دلوقتي، 10 دقائق لو لقيت واحد واقف هيطخ بالنار، 10 دقايق ما لقيش حد هنا، كله مشي واتعدم الراجل، خلصت وابتدت نهضة مصر، ابتدى الحق وابتدت النبرة دي ما تحصلش، لكن النبرة دي عايزة ترجع تاني دلوقتي في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، دلوقتي دلوقتي سنة 2016 2015 القضاة عايزين يطبقوا نفس الكلام، ان لو واحد مسلم، وحصلت عندنا، حصلت اكتر من مره في كذا حادثه، واحد يقتل ويتشهد عليه
ويشهد ويطلع براءة. قاضي برضه من القضاة اللي هم القضاء الشارخ بتاعنا. فيه بيحصل. لا لا، يستخدم التعاليم القرآنية يعني، مش بإيده، احنا لما مش بنقول بالسنة لهم المصري. الكلام دوت بيقول لك لا دي مش تعاليم الاسلام. التعاليمين البوذية انا كان الشيخ يقول لك دي ده بياخدوا التعصب اللي احنا مش من الاسلام فبالتالي احنا اوكي هنصدق الشيوخ دول متعصبين واخدين من ابو تيميه ومن البخاري والحاجات دي اللي في ناس كتيره ما بتعترفش بيها بتعترض عليها. وده بيقودنا برضو لحاجه تانية، انا ليه اقرن دستور الدوله بالدين؟ دي برضو النقطه اللي انا بتكلم فيها. يعني انا مثلا الماده الثانيه عندي يستند الدستور على الماده الثانيه، في الماده الثانيه بيستند الدستور المصري على المصدر الرئيسي للتشريع هي الشريعه الاسلاميه. المصدر الرئيسي للتشريع، طب ليه؟ طب ليه المصدر الرئيسي للتشريع الشريعه الاسلاميه؟ طب انت عندك 25 قبط في مصر، مليون قبط في مصر، تحكمهم بالشريعه الاسلاميه ليه؟ وليه لما واحد قبطي مثلا ما بتحصلش مثلا لو قتل واحد تتحول اوراقه للمفتي؟ طب ما حولش اوراقه ليه للبابا؟ الله، هو مش ده مسيحي قاتل؟ ليه بحول اوراقه للمفتي؟ طب ليه ما يفتيش فيها البابا؟ ما هو ده كلام يؤدي في الجمان، ما ده تمييز. الله، انت بتحاكمني من خلال دينك ليه؟ انا عايز دستور محايد. الدستور الفرنساوي اللي كان بيندرج منه الدستور المصري من اعظم الدساتير، بس ما بيطبقش. ليه ما بيطبقش؟ انك حاطط لك الماده الثانيه من التشريع، الشريعه الاسلاميه، يقول لك هنا حريات والناس كلها متساويه. طيب ماشي، حريات والناس كلها متساويه ومفيش تمييز، اوكي. الماده الثانيه بتلغيها. لا، طب الشريعه الاسلاميه بتقولي لا مش زي بعض، احكم عليهم ازاي زي بعض؟ فطبعا فكر مضاد، مش راكب على بعض. فوجود الماده الثانيه من الدستور دي اكبر ضربه قويه. مفيش عدل في ماده ثانيه في الدستور، مفيش عدل على طول كده. فيوم ما تعرف ان الدستور المصري تخلص من الماده الثانيه، تعرف ان مصر ابتدت تحط رجليها على طريق المدنيه وعلى طريق التقدم. لكن في المادة الثانية هيبقى البهائي والملحد والشيعي والمسيحي درجة ثالثة. عشان كده في مرة أحد الأساقفة طلع بيقول معلش في الكلمة، يعني أحد الأساقفة طلع بيقول أنا ما أقدرش أقول يعني يبقى دور العبادة للمسيحيين زي دور العبادة للمسلمين. يحسن يجي الشيعي يطالب ببناء دور العبادة. حبيب قلبي، أنت مال أمك بالشيعة يعني؟ إنما أنا يعني أنا بقول للأسقف، طب هو الشيعي ما يبني، أنت مال أهلك؟ I love this. سامحني في الكلمه يعني، سامحني يعني، انا قلت كلمه. ان الملحد والبهائي والشيعي ما خدوش حقهم في مصر، القبطي مش هياخد حقه. فبالتالي انا لما بدور على حق الملحد بدور على حقي برضه، لاني عارف ان الملحد يوم هياخد حقه انا كمسيح هاخد حقه، البهائي هياخد حقه انا كمسيح هاخد حقه. وعلى فكره انا قلتها برضه، والمسلم الضعيف الفقير هياخد حقه، لان المسلم الضعيف في مصر برضه متداس بالدس من الاقوى منه. اوعى تفتكر ان يعني كل المسلمين واخدين حقهم، لا، المسلم الضعيف اللي ملوش عزوه بيتداس وبتتاخد ارضه وبيتقتل وبتغتصب مراته كمان. عشان كده لما بنقول ان احنا عايزين دستور يضمن كل الحريات لكل الناس، بضمن حق الضعيف. اخد الملحد اخد حقه، يبقى المسلم هياخد حقه، يبقى المسلم الضعيف هياخد حقه، يبقى المسيح هياخد حقه، كله هياخد حقه. وبعدين ما الهند دلوقتي اهو الحمد لله يعني فيها كام ديانه؟ فيها يمكن فوق ال 200 ديانه وعايشين مع بعض زي الفل. ايه المانع؟ ايه المانع ان احنا ناكل مع بعض شوكولاتات؟ على ذكر الهند 700 ديانه او اكثر صراحه. كتير. وحشين احنا، بس اللي كخه يعني ما تسلمش وضيق عليه الطريق يجيب لك حديث يقول لك. على فكره انا ليا صديق اخواني من الاخوان المسلمين، صاحبي دكتور يعني، ومره وقع في ورطه على فكره، ووقع في قضيه انا كتبت عنها مقالات وجبت له حقه، وكان حبيبي جدا. تخيل بقى واحد اخواني بيحبني، كنا كده مع بعض الله يمسيه بالخير. فمره بقول له يعني بنتكلم على الـ على الـ الاديان وعلى الـ وعلى المعتقدات وعلى الحاجات دي، قال لي ان التعصب ده الدوله بتستفاد منه، الدوله اصداء،
يعني الدولة نفسها بتستفاد من التعصب ده، وبتستفاد من بس الفرقة دي، وليها غرض ان تكون المشاكل موجودة، تكون المشاكل موجودة. ف يعني يعني المواضيع زي ما بقول لك كده، لازم نرجع للأساس، ندور على مشكلة مصر فين؟ مشكلة مصر في دستور، مشكلة مصر في تمييز، مشكلة مصر في طائفية، مشكلة مصر في تهميش الآخر، مشكلة مصر في عدم تولي المناصب، مشاكل كتيرة كتيرة، بس كلها بترجع للتمييز، والمادة الثانية من الدستور هي أساس التمييز. وأنا أبدي ممكن أبدي رأيي تفضل. مشكلة مصر الدستور الإسلامي ووجود بناية منظمة الأزهر الإرهابية. أنا عفوا اسمح لي دكتور، أنا راح أفتح سكايب إذا في مداخلات من إخواننا.